بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنيسة اتعودت من زمان جدا تحتفل باليوم السابق لدخول المسيح أورشليم أحد الشعانين وتسميه سبت لعازر. احنا عندنا عظات لآباء من الكنيسة من القرن الرابع بتأكد أن كانت الكنيسة دايما بتحتفل بإقامة لعازر في هذا اليوم، على الرغم من أن إقامة لعازر من ناحية الزمنية تمت قبل اليوم ده يمكن بكام شهر، لكن الكنيسة حطلنا المعجزة الكبيرة دي بتاعت إقامة لعازر في افتتاح أسبوع البصخة وقبل دخول المسيح أورشليم علشان هدف جميل عايزة تقول لنا ان احنا داخلين على مرحلة قد يظهر فيها المسيح ضعيفا ويخونوه اقرب الناس اللي ليه، لكن هو بإرادته سلم نفسه للموت وبإرادته قبل الألام علشان يدوس الموت ويدخل للموت بجسدنا ويبيد الموت ويكسر شوكته عننا. وكأن أسبوع البسخة محصور بين القيامتين دول، إقامة لعازر وقيامة المسيح، وكأنه الكنيسة عايزة تطمننا حتى لو بنمر بمراحل ضعف في العالم إن في قيامة وفي انتصار في النهاية. الألام دي مش هي النهاية، والخيانة بتاعت يهوذا والألام والظلم الفظيع اللي اتعرض ليه ربنا يسوع المسيح ده مش النهاية. فحطلنا معجزة عظيمة جدا اللي هي إقامة لعازر من الموت، حطلنا في بداية الأسبوع ده، عشان كده بنسمي النهاردة سبت لعازر. الحادثة الجميلة اللي احنا سمعناها دلوقتي في الإنجيل هي سكب الطيب على قدمي المسيح من قبل مريم أخت لعازر. الصبح كنا بيتقرأ علينا الإنجيل من يوحنا 11 والفصل بتاع النهاردة ده من يوحنا 12 بعديه على طول، وفي تقدير لحب المسيح. يمكن هو ده الفكرة اللي أنا نفسي نركز عليها اللي هي دي بنعمة ربنا، تقديرنا لحب المسيح. المسيح أحبنا جدا، طبعا هو مشهور أنه هو محب البشر، مشهور بأنه هو حنين وطويل البال وبيغفر وبيبتدي مع الإنسان بداية جديدة، مشهور بأنه جه يفتقدنا لما لقانا عاجزين وجه صالحنا مع الآب بعد ما كنا مطرودين ومتغربين عن الفردوس ومتغربين عن ربنا بوجه عام، فجي صالحنا واتحد بينا علشان يدينا نعمة البنوة وعلشان نكون أبناء وورثة للملكوت. رقانا قديس يوحنا في رسالته، كل الحقيقة الآباء بتوع الكنيسة الأولى ولحد النهاردة الكنيسة بتمجد ربنا على محبته. قديس يوحنا في رسالته يقول نحن نحب لأنه هو أحبنا أولا. انظروا آية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله، حاجة كبيرة جدا نحن نكون أبناء، أبناء يعني ورثة، أبناء يعني نصيبنا معاه في بيته في مجده، شبعانين بيه مش منفصلين عن الحياة. فإحنا المفروض نبتدي نفكر قد ايه ربنا عمل معانا. النموذج بتاع لعازر ده نموذج لكل واحد فينا. الخطيه هي اللي جابت الامراض والاوجاع والموت للعالم، فلعازر ده بيمثل كل واحد فينا. الخطيه بهدلته ومرضته لحد لما قضت عليه واتدفن ونتن، وبعدين المسيح جاي يفتقده بقوته العظيمة. ما كانش حد يتصور ان المسيح هيقومه لدرجة مرثا
ومريم كان على لسانهم كلمة واحدة: لو كنت ها هنا لم يمت أخي. كلمة ما فيهاش أي نوع من الرجاء، متحسرين وبيندبوا حظهم إن هو عنده أكيد يعني شافوا قدرة على الشفاء، شافوا منه شفاء أمراض كتير، لكن إن واحد يموت خلاص انتهينا، موضوع انتهى. هما ما شافوش مريم ومارثا، كانوا في بيت عنيا، بيت عنيا دي جنب أورشليم في اليهودية، ما شافوش معجزات إقامة الأموات اللي حصلت في الجليل، منهم الشاب اللي كان على باب أبواب مدينة نايين دي في الجليل، وابنة ييروس دي كانت في كفر ناحوم، والمسيح ساعتها كان لسه في بداية الخدمة، ما رضاش قال للتلاميذ ما تقولوش، اللي شافوا الحادثة ثلاثة بطرس ويعقوب ويوحنا قال لهم ما تقولوش دلوقتي. فمريم ومارثا ما كانوش متصورين ان في رجاء بعد الموت. ممكن يكون في رجاء في الشفاء، لكن يا خسارة لو كنت ها هنا لم يمت أخي. وكأن البشرية كانت اللي بيمثلها لعازر ماشية في طريق الموت، ويا نلحقها يا ما نلحقهاش، لكن بعد ما ماتت خلاص ما فيش رجاء بعد الموت. لا، المسيح هو الطبيب ما بعد الموت، المسيح هو محيي الأموات. في عظة لطيفة هتتقرا علينا يوم الجمعة الجاية في القراءات بتاعت الجمعة العظيمة، عظة للقديس أثناسيوس الرسولي، بيقول فيها كده إن المسيح مش جاء إلينا كمرضى، جاء إلينا كموتى، موتى وأحيانا، جه وعطانا حياة جديدة. كان الإنسان متربط في القبر وغير قادر تماما على إن هو يحيي نفسه، لكن المسيح جه وأحياه. جه المسيح وقف على القبر وبكى، دمعت عيناه زي ما مكتوب بالضبط في الترجمة الصح، دمعت عيناه، ليه بكى يسوع دي دمع يسوع، يعني عينيه بدأت تدمع كده على حالة الإنسانية، حالة البشر الجمال اللي مفروض ان هم مخلوقين على صورة ربنا ومثاله، بعد ما الموت افترسهم، بعد ما الموت افترسهم وعفنه في بطن الموت، بقى حاجة توجع القلب. لكن المسيح جاي عشان يفتقدنا، جاي عشان يحيينا. طب يا رب تاخد كام؟ ايه اللي انت هيرجع لك؟ قال لا، انا بحب البشر، انا مش جاي عشان اخد مقابل، انا مش جاي باجر، دول ولادي، دول خليقتي الجميلة اللي انا بحبها جدا وخلقتها على صورتي وزودتها بالعقل وزودتها بنسمة من روحي، فأنا جاي علشان بحب البشرية. هيئ كل الظروف وهيئ كل الأرض باللغات وبالشعب اللي اختاره وجه المخلص علشان يحيي البشرية، وخد جسدنا، اتحد بجسدنا علشان يعيد روحه لهذا الجسد. لما حل عليه الروح في المعمودية ده كان بيحل علينا، وجدد الطبيعة لما خدها وقدسها، وتسمعوا في الصلاة الوداعية من أجلهم أقدس أنا ذاتي، ده بيقدس الطبيعة البشرية لأن هو قدوس منذ الأزل وإلى الأبد. خد طبيعتنا وخد جسدنا، وخد جسدنا بأتعابه، الجسد اللي بيمرض والجسد اللي بيتعب والجسد اللي بيجوع والجسد اللي بيعطش والجسد اللي بيحس بمشاعر صعبة ويكتئب ويحزن ويبكي وينام، طبيعة الجسد بس بلا خطية، أخذ طبيعتنا بالكامل بدون خطية، وخدها وداس بيها الموت، دخل بيها للموت، دخل بها للموت وداسه وقام بجسد ممجد منتصر في قوة، علشان خاطر احنا فيه نبقى واخدين نفس القوة. عشان كده تقديرنا لحب المسيح يكون ايه؟ تعالوا ناخد كام آية كده ونحفظهم.
أول آية جميلة في كورنثوس الثانية 5، قديس بولس الرسول يقول إيه؟ هو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. هو مات لأجل الجميع، يعني أحبنا إلى المنتهى، إلى الموت. حتى احنا في التعبير الدارج يقولوا ده فلان بيحب فلان موت، يعني عنده استعداد يموت من أجله. هو مات لأجل الجميع لأنه أحب العالم كله. هو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. فاحنا مادام هو أحبنا أولا كده، احنا نحبه بأننا نعيش ليه كل مواهبنا وكل وزناتنا، كل مجده سلوكنا يكون ليه، زي ما قال القديس يوحنا: كما سلك ذاك هكذا نسلك نحن أيضا، رسالة يوحنا الأولى 2. أيضا قديس بولس الرسول يقول كده برضو: أنتوا اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي لله. يبقى احنا بنقدر حب المسيح بأننا نعيش ليه، بأننا نسلك كما سلك، بأننا نمجد ربنا في أجسادنا وفي أرواحنا التي هي لله. مريم أخت لعازر بعد اللي المسيح عمله، طبعا أسرة تفقد الراجل اللي فيها شيء يعني بيكسر ظهرهم، فلما أحيا لعازر أعطاهم حياة جديدة للأسرة كلها. هكذا هي شعرت فقدمت أغلى ما عندها، قدمت طيب ناردين كثير الثمن، يقدر ثمنه 300 دينار، دول يعني دخل السنة كلها قدمته وسكبته تحت رجليه. طيب يا رب، يعني أنت عايزنا نعمل كده؟ قال: لا، كل واحد حسب ما قلبه يقوله، وأنا متقبل، أنا متقبل حب كل واحد باللغة اللي هو يحب يعبر بيها. في واحد بيعبر بأنه بيخدم، في واحد بيعبر بأنه بيتكلم ويشهد للمسيح، في واحد بيعبر بأنه يسكب طيب، صلاة هادية في المخدع، أو خدمة في الخفاء. مريم دي كانت تحت الرجلين، تحت رجلين الناس، مستخبية كده، لكن ريحة الطيب الحقيقة مش ممكن السيطرة عليها، بتفوح ريحة المحبة كده، بتفوح مهما كانت مدارية، بنحس كده إن الشخص ده بيحب ربنا بشكل. أجمل حاجة في الإنسان إنه يبادل ربنا حبا بحب. في القداس الغريغوري بنقول عبارة جميلة قوي، يقول كده أبونا وهو واقف على المسبح: أقدم لك يا سيدي مشورات حريتي وأكتب أعمالي تبعا لأقوالك. يعني إيه؟ يعني أنت يا رب أحببتني. كل القداس كله بيتكلم على كده: أنت يا سيدي حولت لي العقوبة خلاصا كراع صالح، تعبت معي، أنا الذي سقط وربطتني بكل الأدوية المؤدية إلى الحياة، أرسلت لي الأنبياء، أنا المريض، واحتملت من أجلي السياط والتفل والتعيير. كله بنتكلم على حب المسيح. وبعدين: وأتيت إلى الذبح. طيب أنا أعمل إيه؟ أقدم لك يا سيدي مشورات حريتي. مشورات هنا بمعنى كل الترتيبات اللي أنا بفكر أعملها هحطها بين إيديك، وتبقى أنا عبد ليك وإنت اللي تمشيني. أنا عايز أمشي حسب مشيئتك، حريتي بسلمها ليك، زي ما القديس بولس الرسول كان بيحلو له انه يسمي نفسه ايه؟ اسير يسوع المسيح، اسير في الرب، اسير حبه. مش مجرد يعني ان كان في ايديه قيود، صحيح في اوقات كثيره كان في ايديه قيود، لكن هو كان اسير حبه اولا واخيرا. فده اللي انا بعمله، بقدم لربنا مشورات حريتي، يعني كل ترتيبات حريتي احطها بين ايديك. وامشي ازاي يا رب؟ اكتب اعمالي، يعني اسجل
كل أعمالي بحسب أقوالك، أمشي حسب وصاياك، أسلك بحسب وصاياك، أكتب أعمالي تبعا لأقوالك. فده كده ده وسيلة من الوسائل اللي بنعبر بيها عن تقديرنا وحبنا للمسيح. الكنيسة عملنا الأسبوع الجميل ده علشان حبنا للمسيح ينمو، نقرب منه أكتر ونقرب من صليبه أكتر ونتشد لصليبه أكتر وندخل جوه دايرة جاذبية الصليب ده فنحبه أكتر. ولما هنحبه أكتر مش هنستنى حد يقول لنا اعمل كذا، معلش ساعد فلان، معلش تعالى اتعب شوية، محدش هيستنى. كل واحد بقى قلبه مشعل بحب ربنا بيقدم تقديره لربنا بشكل أو بآخر. في واحد بيقعد يصلي كتير ويفرح بالمزامير، ولو حد قال له ده انت بقالك ساعة بتصلي يقول ده ولا حاجة، ده ولا حاجة قصاد المسيح اللي أحبني، قصاد المتعة اللي أنا باخدها من صلاة المزامير ومن الحديث مع حبيبي. واحد بيقدم ذبيحة صوم ما بتكفيهوش أصوام الكنيسة يبقى نفسه يصوم أكتر. واحد بيقدم ذبيحة عطاء أكتر من العشور. واحد بيقدم ذبيحة خدمة للآخرين. واحد بيقدم ذبيحة احتمال من أجل المسيح. احتمال فلان ضايقه، فلان ده معاه في الكنيسة، معاه في الخدمة، معاه لكن يعني عمل حاجات تتعبه، هو يقول لا معلش، ده احنا كلنا اخوات، ده احنا كلنا اولاد المسيح، ده احنا كلنا عيلة واحدة، لازم احب واحتمل، محبة تحتمل كل شيء، ويقدم الاحتمال بتاعه ده ذبيحة لربنا. فكل واحد بيتملي قلبه بحب المسيح بيقدر حب المسيح ده بطريقة مختلفة، وكلها حاجات جميلة، ذبائح جميلة، ذبيحة طاعة الوصايا، ذبيحة صلاة، ذبيحة صوم، ذبيحة عطاء، ذبيحة خدمة، ذبيحة احتمال، كلها حاجات جميلة، طيب مسكوب. النهاردة مريم بتورينا إزاي نقدم حب للمسيح. طب واللي بيقدم حب للمسيح ده ممكن الناس تنتقده؟ ده المفروض بيعمل حاجة حلوة قوي جدا، ده بيخدم، ده بيصوم، ده بيصلي، ممكن ومن الكنيسة وناس تنتقده، ممكن. معلش، ما الكنيسة حقل في قمح، وأحيانا يبقى في زوان من زرع الشرير، يقول لك جاء إنسان عدو زرع زوان. ساعات الشيطان يلاقي مكان في حد من أعضاء الكنيسة، طبعا ربنا يحمينا، ويزرع الزوان، يعكر جو الكنيسة. طلع يهوذا اللي المفروض في منصب كبير في وسط التلاميذ، إذا جاز التعبير ده، يعني في منصب أمين الصندوق، ويهوذا أمين الصندوق هو اللي بينتقد وبيقول كلام صعب. إيه ده؟ لماذا هذا الإتلاف؟ فطبعا ربنا يسوع، الست ما اتكلمتش مريم، لكن ربنا يسوع اللي دافع عنها وقال اتركوها. ربنا يسوع بيتدخل وبيقدر حب كل إنسان، ساب حاجات كتيرة عشان يمشي وراه، ساب حاجات كتيرة علشان يدي وقت لربنا ويقضي وقت معاه، يقعد يسمع كلامه ويفرح بيه. ربنا ما بينساش تعبنا، ما بينساش اللي بيسافر مسافة كبيرة علشان يجي يقضي وقت مع ربنا في الكنيسة، ما بينساش اللي بيبقى قدامه يعني ما فيش حتى أكل مناسب ولا حاجة ويقول أصوم، هصوم، دي ذبيحة أقدمها لربنا. الناس كلها اللي حواليا مش دريانة بحاجة زي كده، لكن أنا هقدم ذبيحة حلوة لربنا، بحب يسوع وعايز أقدم له طيب، عايز أقدم له طيب. فالمسيح أحبنا أولا ومات من أجلنا وقام، وعطانا نعمة البنوة لله، وعطانا فوق ما إحنا نتصور، وعطانا روحه سكب فينا روحه واخترنا، وراعي صالح بيرعانا وبيهتم بينا. قد إيه بقى إحنا نقدر الحب ده؟ جه زي ما كنا زي لعازر كده، جه مخصوص عشان يقومنا،
جه علشان يرفعنا، جه علشان ياخدنا من النتن كده ويرفعنا، يخلينا في أبهى صورة وفي أجمل صورة، نبقى أيقونة كده، أيقونة. لدرجة أن الناس حتى سمعتوا دلوقتي في الإنجيل، الناس كانت جاية تتفرج على لعازر، مش بس تتفرج على ربنا يسوع. ربنا يسوع كان بيتحرك كتير فالناس بتشوفه، لكن لعازر ده كان يعني ما بيروحش ولا بيجي، وقعت في بيت عنيا. فالناس سمعت الراجل ده كان ميت في القبر 4 أيام، فالناس عايزة تشوفه، تتفرج عليه، تقول مين ده، أنا عايز أشوف الراجل ده. فكل واحد فينا بيستمتع بعمل ربنا في حياته هيبقى أيقونة تظهر في أعمال الله، يظهر في مجد ربنا، وهو كمان الإنسان يمجد ربنا بكل قلبه، يقدم ذبيحة حبه في شكل طيب مسكوب. تقديرنا لحب المسيح بيخلي لعلاقتنا بيه طعم، طعم. ما ينفعش يبقى هو بيحبنا وإحنا سلبيين، وإحنا مفيش مبادلة للحب. هو بذل نفسه من أجلنا وإحنا بنبخل بدقيقتين، بنبخل بربع ساعة نقرأ فيها الإنجيل ونستمتع بكلامه، بنبخل إن إحنا نيجي بدري في القداس، بنبخل على ربنا بالصيامات ونقعد مثلا نقول طب مش لازم نبتدي من الأول. قصة مش الأول والآخر، قصة حب، حب وذبيحة حب. الصوم ده ذبيحة حب. الخدمة ممكن الواحد يتحجج، طبعا أنا تعبان، عندي ظروف، عندي مشغول في شغلي، يعني أكل عيشي. ما فيش واحد مسيحي ما بيخدمش، ما فيش. يبقى هو مش متمتع بحب ربنا، مش بيبادر ربنا حب بحب. أتحبوني يا سمعان ابن يونا؟ ارعى غنمي. إذا كنت بتحبني فعلا، القصة مش منظر كده إن أنا يعني اسمي مسيحي ومعلق صليب. القصة مبادلة حب بحب، كده يبقى الحب له طعم. الحب من طرف واحد يبقى ملوش طعم، حتى الواحد ما يستمتعش بيه، ما يحسش بيه. المسيح أحبنا إلى المنتهى، وجه علشان يخلينا أهل بيته ويخلينا أبناء الله، ويرفعنا مش من مرض، مش من مستوى ضعيف، لا ده من القبر، من النتن، من الموت، يرفعنا ويدينا حياة جديدة زي ما عطى لعازر. جاي للبشرية كلها عشان يرفعها من عبودية العدو ومن سلطان الموت، ويدينا حياة أبدية لا يغلبها الموت. فقد إيه نقدر حبه ده، حبه العظيم ده. بنقول له يا رب النهاردة وفي كل هذا الأسبوع، من فضلك يا رب اجرح قلوبنا بحبك، اجرح قلوبنا بحبك، زي ما كانت عروس النشيد بتقول في نشيد 5، فإني مجروحة حبا اسندوني بأقراص الزبيب، لأني مجروحة حبا. I am wounded with love. I am wounded with love. أنا مجروحة بحبك. دي واحدة اتلمست، قالت الكلام ده لما شافت جروح الحبيب من أجلها. فإحنا في هذا الأسبوع بنشوف جروح المسيح من أجلنا، بنشوف قد إيه أحبنا وبذل نفسه علشان حبه يشعل في قلوبنا ونبدله حبا بحب. له كل المجد والكرامة إلى الأبد، آمين.